حينما يتوفر الدعم والتشجيع من الأسرة والمجتمع تتطور المواهب الفنية ويبرز المبدعون في شتى المجالات. الطفل عرفات الخواجة من أبناء يافع بمحافظة لحج لم يتجاوز إلا 11 ربيعا من العمر أجاد العزف على العود والغناء في فترة قصيرة، فأبهر الجميع بموهبته الفنية الفريدة. صراحة هذا الولد قد أبهرني بصوته الجميل وإحساسه وعزفه على آلة العود، وشفت أن هذا الولد موهبة عند الله سبحانه وتعالى ليحيي لحق من جديد بغناها وطربة وعزفه الجميل على آلة العود. موهوب الجميل عرفات الخواجة، صراحة الشاب الولد هذا أدهني بما يمتلكه من حس ومن موهبة. صراحة أقولها بحقيقة يعني موهبة فذة ولا مستقبل واعد، ويعني لديه امتيازات، صوت حلو وعنده قرأة لمقابلة الجمهور، عنده قرأة في الحفظ، عنده حافظية ويتعلم بسرعة. موهبة فريدة والأول مرة يعني موهبة تطلع من محافظة لاحق بالعزف العود والغناء في السن هذا، وهذا الولد له مستقبل كبير إن شاء الله. بدأ عرفات الغناء في سن مبكر متأثرا بالفنان الراحل فيصل علوي وعاشقا لفنه، كما أحب الفنان عبود الخواجة وهو يأمل أن يكون مثله بالمستقبل، كما يتمنى إكمال دراسته في المعاهد الفنية لتطوير موهبته وإتقان ما أجاده من الغناء في كافة الألوان اليمنية والعربية. طالب عرفات الملقب بالخواجة ويستحق التلقيب، هو طالب عندنا من العام الماضي وما شاء الله بدأنا باكتشاف موهبته أثناء قراءته للقرآن الكريم، وكان في مستوى عالي ما شاء الله، والآن يحظي بشريحة واسعة من الجماهير للاستماع إلى الأغاني التي يؤديها. أنا أغني من عمر 3 سنوات، وبعدين أنا من عزف العود، أنا هويت العود يعني أنا أحب العود وأحب العزف. أتمنى أول شيء أن أكمل الدراسة، بعدين أتمنى أن أصبح فنان كبير وأدخل معاهد وأطور مهاراتي في العزف والغناء وأن أصبح خليفة عبود خواجة. هذه المواهب نادر ما توجد هذه الأيام، ويجب أن نهتم فيها وأن نوفر لها الجو الملائم والمناسب، بشرط الا يسيب دراسته. وانا نصيحتي له والاهله انهم يراعوا فيه الموهبه الفنيه والدراسه، حتى لما يوصل لمرحله معينه يذهب الى معهد فني، معهد الموسيقى الفني، ليصقل موهبته ويصبح فنان. واحنا يعني نحب هذه المواهب ونشجعها بقوه، بكل قوه. احنا الاسره فنيه وهيئنا انت ايش؟ أنا عازف وأغني، وهي أنا الطفل عرفات، وأيضاً والده هي أنا الآلات الموسيقية. أتمنى أن يشجعوه ويدعموه ومعاهد يعني دراسية. أشاد الجميع بالموهبة الفنية لعرفات كونه يمتلك حساً فنياً مرهفاً وصوتاً عذب رغم صغر سنه، ويطالبون الجهات المختصة بدعمه وتشجيعه والاهتمام به
لتطوير موهبته ليصبح سفيرا للأغنية اليمنية بمختلف ألوانها.